26/4 2013 الله أكبر. تجهيز صاروخ لضربه على معقل حزب الله لتخفيف الضغط على أهلنا في القصير. الله أكبر. لواء الحمد كتيبة الشيخ أحمد ياسين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتيبة الشيخ أحمد ياسين لواء الحمد من تجمع أحفاد الرسول سوف تقوم بضرب تجمعات لحزب الله على حدود لبنانية سورية، وهي كمالت معركة فك الحصار عن حمص بإذن الله تعالى. يا تارة حسين، نحن راح نقول يا تارة حمص يا تارة الله سبحانه وتعالى. لبيك يا محمد، لبيك يا الله. الله أكبر، تكبير، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.